حلقتنا رح تكون ترفيهية اليوم ببيتس، ولكن قبل خبري شوي بتزعل، في كلب ضايع. مزبوط جيسي، هاي هاي سبع مثل ما قلت. بأي منطقة؟ هلا بنشوف التفاصيل على الصورة. بس هو ضايع بالبيادة ومو سبيسيفيكلي بشارع رقم 16. اوكي. هلا في كثير كلاب بتضيعوا هيك، بس هيدا الكلب عاملين كامبين كثير كبيرة عليه، واصحابه يعني بطريقة يعني مش قلة انتباه منهم ضاع الكلب وحرام. They're working very hard. ما عرف يرجع على البيت. لا، هيدا صورته للكلب. مزبوط. واو. تشاو تشاو. وهيدا الرقم يلي فيهم يدقوا عليه. اما هيدا الصورة فهي لكلب لاقوه عالم بيجوني، إذا حدا مهم بهمه إنه تو أدوبت هيم، في عنا هيدا الويب سايت اللي عم بيقطع تحت، فيهم يبعثوا مسج عليه وفيهم يتبنوا، لأنه هلا ما في حدا يهتم. قد إيه نسبة الكليب اللي بتتلاقى وبتترجع لأصحابها بلبنان عم بحكي؟ في؟ يعني هيك هيك كلب بنعرف إنه قيمته كثير كبيرة. مزبوط. سو يمكن رح يلاقيه رح ياخذه أو يبيعه. 100% 100% اللي عم تقوليه صح، واللي عم بيصير بياخذون وبيبيعون. بس كثير مرات من وراء السوشيال ميديا، من وراء الجمعيات، من وراء العالم عم بيعملوا الانيشيتيفز إنه يحطوا صور على بتعرفي بالطرقات بالمنطقة اللي ضايع فيها الكلب، عم يرجعوا يلاقوا كثير، وأوقات عم بيلاقوا الكلب بمحل البيع. اوف سو بيرجعوا بيروحوا بيشتروا كلبهم مره ثانيه، بس ما بهم هون از لونج، لان هن بس هيدا الشيء منه مزبوط وما لازم يصير. واهم شيء اصحاب الكلاب انه ناخذوا البريكوشنز لما نوصل لهيدي المرحله، واذا شفنا كلب وي كان ريبورت للجمعيات اللي هن بيتا وانيمالز لبنان. نعم. وعدد كبير من الجمعيات اللي بتهتم بهالموضوع. شو حبيتي تشاركي معنا اليوم من فيديوز جيسي؟ مثل ما قلتي اليوم هلا بلشنا بخبريه مش كثير حلوه، بس عاده بنحط وان فيديو بباتس هيك يكون فن. اليوم قررنا نعمل مجموعه من الفيديوز المهضومين، رح نبلش فيهم لانه ما معنا كثير وقت. يلا. اول فيديو هو لكوكر سبانيل، اخر حلقه عملناها بباتس كان معنا ضيف كوكر سبانيل، فحبيت نبلش الفيديو بكوكر سبانيل. هذا الفيديو كثير مهضوم، وبتشوفي الكلب كيف عم بيحطوا له خبزه على الطاوله، قديش كونسيستنت ومصر انه ياخذها، بس الفاني بارت هن ديني. الفيديو اخذ كثير فيوز على اليوتيوب، بنشوفه سوا. يلا. صار انه ياخذها وزبطت معه، بس هي الانجل وين حاطين الكاميرا مدروس، مدروسه يعني ما بشوف الا وجهه وديني. واللي هو اذا لو الفيديو تشوفي شوي قبل بتشوفي انه الجارديان تبعه حط الخبزه ودهر، سو معموله قصدا لانه بده يراقبه بده يفرجيه هيدا الشيء. الفيديو الثاني اللي معنا اياه هو ل سينة صغيرة كتير منشوفها قدام روتوايلر. هيدا الكلب كتير شرس كتير كبير، عم تشوفي كتن كتير صغيرة. بليز شوفي الانتراكشن اللي بيعملوها سوا. Woo!
بس كثير شجاعة هي. شفتي شو شجاعة؟ شو صغيرة؟ يعني نحن مش بس عم نحكي عن بسينة صغيرة، عم نحكي عن بسينة صغيرة عم تهجم على هيدا الكلب. شفتي هو كيف عم بيوطي على مستواها؟ عم بيصغر عقليته ايه؟ والأهدم من هيك إنه أصرت، يعني أنا صوته مزعجني غير شو بدك بشكله، هي مصرة إنه أنا قدرت له. هيدا اللي ببرهن انه الحجم مش كل شيء بالحياه. اكيد اعصابها قويه بزعيمه 100%. اذا هيدا اعصابها قويه واكيد اعصابها قويه. الفيديو اللي بعد هيدا تينا عن بسينات. هلا عندك بسينات، انا عندي، صار عندي بسينات كمان. بتشوفي البسينه اجمالا الكلب بيقولوا قلبه طيب اكثر. في شجاعه انها تهجم على كلب، بس الاسال من هيك انها تاخذ يعني التخت اللي هو بنام فيه. فهلا هيدا الفيديو كتير مهضوم، تشوفي البسينات كيف رح يحتلوا تخوتي الكلاب، بس بالاخير ما بتدملهم كتير. Get that kitty off your pillow. Go on your bed. On your bed. Get him out of your bed. I can't believe you're letting him take your bed. As you can see, she's the real king of this house, so the dog is sleeping on the floor. Does that upset you? There you go. The nerve of that cat. مهضومين. شو رأيك بهالفيديو؟ كثير مهضومين. مهضومين. ايه. شوفي بالأول عم بيعبروا عن رأيهم، عم بيحتجوا الكلاب. ايه. ياكلوا كاف. ياكلوا كاف. ما في مزح بالموضوع. لا أو ما بيسمعولن. ايه. ما بتفتح عينها البسينة. ولا بترد. قد ما يعوي. ما في حدا. ما حدا عم بيحكي معي. لا مهضومين مهضومين، بس الحلو انه بالاخر رجعنا لقيناها زبطت الخبريه، رجعوا اخذوا محلهم which is fair. ايه. نقبل مش دائما بس يمكن مش دائما اكيد مش دائما خاصه مع البسينات. هلا بما انه عم نحكي عن هيك شيء مهضوم، خلينا نحكي اليوم عن علاقه حلوه بين الكلب والبسينه. وقت الكلب عباله يتسلى مع البسينه، جيرمان شيبرد كثير ذكي، شوفي شو بيعمل لما صاحبته بتترك البسينه بالقفص وبتفل.
مهضوم 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 خلصوا من القفص راحوا يلعبوا سوا اول ما فلت صحته مش الحال مجموعه من الفيديوهات كثير بنشوفها على يوتيوب كثير مهضومه سليتينا اليوم جيسي حبينا شوي هيك نظهر عن الروتين عاده نحكي على طول انفورميشن اليوم خلينا نضحك شوي great. We deserve it thank you بتمنى لك ويكند رائع رح ناخذ وقفه من بعد رانديفو انا بجرب لكم بواتس كوكينج